هيقول اسامي تانية غريبة كده نعرفها كده الاسامي دي، وطي شوية عشان نعرف الاسامي الجديدة الحلوة دي. هيلعبوا لعبة كده حاجات غريبة اسمعوها كده. فري رانينج وجمباز وباركور. كابتن احمد مدحت بيدربها في المحلة. كابتن احمد مدحت مدرب الحاجات اللي انت سمعتوها دي. هنتفرج على الحاجات دي دلوقتي على الطبيعه عشان يبقى احنا عرفنا شيء ما كناش نعرفه. فالانسان يفضل طول عمره يتعلم. اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، اطلبوا العلم ولو في الصين. فده علم من علوم الرياضه نتعلمه ونشوفه دلوقتي. اتفضل يا كابتن، شغل لك الموسيقى. اتفضل يا كابتن. تشجيع كبير للبطل. مش بسهولة يا جماعة الحركات دي، الحركات دي بتحتاج تمرين وعرق ومجهود. ما شاء الله 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 الله، تحية كبيرة تحية كبيرة يا جماعة، حاجات جميلة. الله الله على اللياقة، لياقة ومرونة، أعصاب قوية وعضلات فرزية. الله الله الله، هي دي الرياضة، هي دي الحلاوة. الله أكبر، ايه الجمال ده؟ تحية كبيرة. الله الله، ايه الجمال ده؟ أعصاب قوية. جميل جميل، هي دي الرياضة، أعصاب ومرونة ولياقة وقوة ورشاقة. تحكم في الاعصاب، تحكم في العضلات، تحكم في كل اجزاء جسمه، كل صغيره وكبيره في جسمه يقدر يتحكم فيها. بص بص بص، هو ده هو ده هو ده. تعالوا يا غرب اتفرجوا على ابناء مصر، تعالوا يا غرب شوفوا اولاد اولاد مصر بيعملوا ايه. الله الله على الجمال، اعصاب ومرونة ورشاقة. تحية كبيرة للبطلين الصغار اللي ورونا عرض جميل. تحية كبيرة لهؤلاء الأبطال. الله أكبر، فعلا يستحقوا عن جدارة كل تحية وكل تقدير. الرياضة جميلة، الرياضة حلوة.